شبكة. القسم أو الجزء الرابع الخامس بدنا نشوف إيش هي المعادلات اللي بتحكم أو بتوصف في شبكات المياه والخطوط الناقلة. القسم السادس بدنا نشوف هاي الادفيرس افكت او المشاكل كيف ممكن احنا نخفف منها او نعالجها او نتجنب هاي المشاكل اللي بتظهر من ظاهره الووتر هامر او الفلو. بدنا نشوف كيس ستاديز انا عملتها في خلال دراستي، عملت برامج معينه لحالات معينه فيها الكودينج الفيجوال بيسك، يعني ما استخدمت فيها موديلينج اصلا موجوده، لكن فيما بعد بلشت استخدم البرامج اللي موجوده في السوق. طبعا بلش في العنوان الاول اللي هو الهيدروليك ترانزنت ديفينيشنز او تعريف الووتر هامر. لما بنسمع الووتر هامر او الهيدروليك ترانزنت او الفلو ترانزنت كلها مصطلح واحد. الووتر هامر هو الصوت اللي بيشم او بيسموه بالفرنسي كوب دبليي او نفحة الكبش، يعني الصوت اللي بنسمعه بيشبه صوت طرق المطرقة بنسميه الووتر او هو الفلو اند بريشر كونديشن ذات اوكير او التغير ظروف الفلو والضغط مادي state initial steady state بيكون في عند steady state ابتدائية و new final steady state. ال final steady state النهائية مش بالضرورة انها تكون هي نفس ال initial steady state. لذا بدنا نشوف في الفيجر امامنا ان انا initial steady state او fix خط مستقيم لما بتحدث عندي الظاهرة في الووتر هامر بصير في عندي بريشر او فلو فلكشويشن على شكل موجه. هاي الموجه نتيجه الاحتكاك او الانرجي ديسيبيشن بترجع ل حاله من الثبات، وهي الحاله من الثبات ممكن تكون هي نفس الحاله الاولى الانيشال وممكن ما تكون هي نفس الحاله القديمه، ولكن من الستيدي ستيت او فاينل ستيدي ستيت. نرجع للموضوع، طبعا هي تغير في البريشر ما بين الماكسيمم، يعني ممكن يحدث عندي اوفر بريشر يعني البريشر يزيد، هاي بريشر يقل. طبعا انا بدي ابلش في مفهوم الووتر هامر من البدايه لان انا ما بعرف الباك جراوند لكل مشترك او كل من الحضور، هو بدنا نبلش من الصفر حتى ان نصل لمستوى او ليفل معين. زي ما حكينا ممكن يكون في عندي زياده في الضغط وممكن يكون في عندي نقصان. طبعا الزياده في الضغط اذا ما كانت البايب الموجوده او الماتيريال المصنوعه منها البايب تتحمل هاي الزياده في الضغط انفجار في الماتيريال، او ممكن يكون الجوين يحدث عندي جوين ديسبليسمنت ان اماكن ربط المواس ممكن تفتح او تتباعد عن بعض زي ما بنشوف في الصوره الامامي. هاي الصوره الامامي اللي كاتاستروفيك او انفجار زياده الضغط في الناتج عن ظاهره الووتر هامر. طبعا هذا اذا ما كانت الماتيريال او الماتيريال بتحمل الزياده في الضغط او الضغط الناتج عن ظاهره الووتر هامر اكبر من قوه تحمل الماسوره ممكن تؤدي الى انفجار، انه الجوينت تتباعد اللي هي الجوينتس او المناطق الضعيفه في الشبكه مثل الجوينتس مثل الكوع او البينز او ترابط الفيتنج مع بعضها بتكون اضعف شيء في الشبكه ممكن تتباعد وممكن تحدث عندي سيستم فيلير او انه
يفشل عند العمل. طب في حاله انه حدث عندي لو بريشر، في حاله اللو بريشر او البريشر قليل او الفاكيوم، هذا النيجاتيف بريشر بيؤدي الى انه الماسوره نفسها تتكمش نتيجه الضغط السالب داخل الماسوره، السكشن او سحب داخل الماسوره زي ما بنشوف احنا في هذا المثال. هذا المثال عندي صار نيجاتيف بريشر داخل الماسوره، فتؤدى الى عندي عمليه تفريغ الضغط داخل الماسوره. فبحيث ما كانت الماسوره تتحمل النيجاتيف بريشر، نفس الشيء بيحدث عندي تكمش في الماسوره، او اذا ما حدث عندي تكمش اصبح عندي مثلا كراكس او فراغات في الماسوره، ممكن الويست المحيطه بالنظام تتسرب لداخل النظام نتيجه النيجاتيف بريشر، او البريشر الخارجي يكون اكبر من النيجاتيف بريشر داخل الماسوره. مشكله جديه ناتجه عن الهيدروليك ترانزيت او الووتر هامر، هاي المشكله ممكن تكون زياده في الضغط او نقصان في الضغط. اذا ما تحملت الماتيريالز المصنوعه منها المواسير هاي الزياده او النقصان في الضغط، راح يحدث عندي مشكله. هاي بنعرف الهيدروليك ترانزيت او الووتر هامر بشكل مبدئي. بس نشوف الهيستوريكال ديفلوبمنت كيف إضاءة الهامر ووتر هامر أو وقتين بلش يدرسوا فيها. في الحقيقة ظاهرة الووتر هامر بلش يدرسوا فيها من لما سرعة الصوت أو الأكوستيك ويف، سرعة الموجات الصوتية، وبلش يدرسوا فيها في الشالو ووتر فلاد أرتيزم اللي في الشرايين الدموية. هسا فيما بعد بلش عالم اسمه مينيرفا في عام 1885 درس ظاهرة الووتر هامر، لكنه أهمل الاحتكاك أو جزء مهم في الووتر هامر اللي هو الفريكشن. ودرس هذا العالم مينيرفا تصميم البايبنج سيستم وكيف احنا ممكن نتحكم في ظاهرة الووتر هامر باستخدام الاير شامبرز أو الخزانات اللي يكون فيها. لكن هي العملية ككل، عملية دراسة الووتر هامر هي بلشت تقريبا في نهاية القرن التسعة عشر لما اكتشف العالم جاك روسكي معادلة مهمة جدا وتطبق حتى اليوم في ووتر هامر، وهي المعادلة تسمى Fundamental Equation of Water Hammer اللي راح نشوف جزء من هاي المعادلة بعد قليل. لكن إن الدراسة هامر بلشت باكتشاف سرعة الأمواج الصوتية، فيما بعد درسوا الووتر أهمل جزء كبير أو جزء مهم في معادلات تصف الووتر هامر مثل الفريكشن. والأبو الووتر هامر المؤسس أو العلم أو العالم اللي أسس قواعد الووتر هامر اللي هو جاك ويسكي، اللي معادلته تطبق حتى في اكتشفها في أواخر القرن التسعة عشر أو بداية القرن السابع عشر. هي العوامل الأساسية اللي بتؤدي إلى نشوء ظاهرة الووتر هامر. هسا في عندي بعض العوامل نشوء الووتر هامر أو ظاهرة الووتر هامر. طبعا هاي العوامل أهمها البامب ستارت اب اند شت داون. هسه البامب ستارت اب اللي هي عمليه
المضخة أو المحطة وإيقافها. هسا في البداية بكون عندي المحطة مش مشغلة أو بتضخش فلو، فجأة بحدث عندي الفلو داخل البايبس، أو بتكون هي شغالة أصلاً وبتوقف نتيجة عطل معين، عطل كهربائي ميكانيكي، ممكن توقف المحطة نتيجة أمر معين. فإذا وقفت عن التشغيل بيحدث عندي ظاهرة بنسميها الووتر هامر، كمان شوي كيف ممكن تنتج عن البامب ستارت اب أو البامب شدة. اثنين، الفالف اوبننج او كلوزنج، نفس الشيء الموجودة في الشبكة، إذا كانت أنا المحبس أغلقته أو فتحته راح يؤدي إلى تغيير في الفلو بتاعي في الووتر هامر قبل شوي، فلو كونديشن، فلو اند بريشر كونديشن تشينجز فروم انيشال اند فاينل. يعني أنا إذا محبس فأنا غيرت حالة الفلو أو الفيلوسيتي، يعني غيرت الفيلوسيتي من قيمة أصبحت لها قيمة جديدة، وتغيير القيمة ما بين initial وفاينل فلو بيؤدي إلى ظهور الووتر هامر. يعني أنا هاي الكنترول فالفز أو الأوبريشنز اللي بتحدث في الشبكة نتيجة تغيير الفلو راح يحدث عندي، ممكن يحدث عندي شيء بنسميه الووتر هامر، مثل الفالف اوبننج او كلوزنج. هنشوف في الأمثلة إيش تأثير الفالف أوبنينج أو على الفلو والووتر هامر بشكل عام. الـ changes in boundary pressures، نفس الشيء رابط changes pressures، تغير الطلب أو الفلو، لأن تغير الطلب أو على الفلو بيؤدي إلى تغيير الفلو داخل الشبكة. البايب فيلينج او عملية ملء المواسير او تفريغها بتؤدي كلها الى عملية نشوء الووتر هامر. وهي الاوبريشنز الموجودة عندي اذا ما اخذت او اذا ما تسيطر عليها بشكل مناسب تؤدي الى فشل في النظام وفشل في البايب الأجهزة الملحقة للشبكة. طبعا هاي العناصر الرئيسية، وفي أعمال أو مسببات أخرى، لكن هاي المهمة منها بالنسبة إلي في هذا البرزنتيشن. طبعا الموضوع الرابع اللي هو الامباكت اوف ترانزنت لترانزنت. طبعا الترانزنت كيف بيحدث؟ زي ما حكينا هو تغيير في نتصور انا عندي ترين ماشي بهذا الاتجاه، هسه الترين وقف بشكل مفاجئ، بشكل مفاجئ العربات تاعت الترين كلها بتتضاغط لانه توقف بشكل مفاجئ. بعد تغيرت كان عندي العربات لها فيلوسيتي معينه، تحولت الكاينتيك انرجي او طاقه الحركه اللي موجوده في العربات لانها توقفت بشكل مفاجئ تحولت الى انرجي، فبتتضاغط العربات مع بعض لحد معين. هسه بعد التضاغط لانهم الضاغطه مع بعض راح تصل لمرحله انها بشكل تحرك بشكل معاكس نتيجة إنها ضغطت مع بعض. بس لو نشوف كيف بتحدث العملية بالضبط، يعني في الشبكات المي في النظام فلو من ريزيرفر الموجود عندي، وفي عندي محبس في آخر النظام. بس بكون تمشي التالي لها فيلوسيتي معينة تساوي في زيرو، فجأة أنا أغلقت المحبس اللي موجود. هسه بعملية إغلاق المحبس
الموجودة عند المحبس من قيمة فيزيو لا زيرو، بطل عندي عملية حركة، فتتحول عندي حركية لطاقة بريشر، لبريشر انرجي. بس الخط الافقي اللي موجود فوق هو خط البيزومتريك هيدروليك جايد لاين. بس بما انه الطاقة الحركية بدها تتحول لبريشر انرجي، بتؤدي الى ارتفاع الضغط او الدفع بمقدار دلتا اتش. بس زي ما حكيت بتتكون عندي اشي بنسميه البريشر ويف، نتيجة التضاغط بتحرك بشكل معاكس. بس بتتحرك من المحبس الخزان، وهاي البريشر ويف متى ما تحركت باتجاه معين بزيد عند الضغط باتجاه بمقدار حركة في الرسمة الثالثة، حتى وصلت الخزان زاد الضغط داخل البايب من مقدار دلتا اتش نتيجة للبريشر انرجي او الكينيتيك انرجي للبريشر انرجي. هسه في والثالثة مرتبطات مع بعض. هسه في البايب نتيجة تكون البريشر انرجي اصبح عند الضغط داخل البار من الضغط داخل الخزان، لأنه زاد مقدار اللي تحويله لفرش. في الرسمة الرابعة، بما أنه الضغط داخل البايب أكبر من الخزان، راح يحدث عندي فلو معاكس من البايب حتى داخل الخزان. يحدث عندي الفلو معاكس من البايب حتى الخزان، بينقص عندي الدلتا اتش. فحتى هالعملية تكون عملية دورية، زيادة ونقصان في الضغط حتى نحصل على رسمة. كمان شوي بس بدنا نشوف الظاهرة كظاهرة كيف بتنتج من خلال هذا الفيديو. Fluids travel naturally at a given pressure and rate until a change in their flow happens. These changes occur when a pump starts or stops, or when a valve is opened or closed, length of the piping, or if power is lost. The loss of power on a pump can create a column separation as the fluid in the pipe continues to flow. The fluid continues to flow through the piping until the column senses the stopped pump. Without the pump, the fluid flow now reverses direction and picks up super created by the column separation almost instantly collapses. The check valve closes after the vapor is dissipated due to the increased reverse flow in the long length of piping. The fluid pressure created now builds in the long length of piping due to both the vapor collapse and the check valve closing. Pressure momentum of the fluid flow can result in a pipe rupture at a weakened point in the system, such as an elbow. The closing of the valve pressure transients in the piping as the water flows normally. طبعا هاي الجزئية اللي بتهمني في الفيديو، انه لما احنا اغلقنا البايب كان اتجاه، اغلقنا المحبس كان اتجاه الفلو باتجاه الفالف. فجأة تغيرت سرعة الفلو من سرعة معينة حتى أصبحت فعل الفلوسيتي زيرو، بتتكون عندي اللي هي البريشر ويف اللي بتنتقل من المحبس باتجاه المضخة. A gate valve is shut a long distance away from the pump. The pump continues to run against the closed valve. The sudden closure of the valve together
together with the pump can overstress the piping and can result in material failure as the pump continues to run. المشكلة اللي بتنتج عن الووتر هامر انها بتأثر على الويكس فيتنج الموجودة في الشبكة مثل الجوينت الموجودة في الشبكة مثل الالبوز الموجودة في الشبكة او الخطوط الناقلة. هاي اذا ما تحملت الضغط الناتج عن الووتر هامر ممكن تبعد عن بعض، ممكن يحدث عندي انفجار في البايب او تكمش البايب اذا كان في تحول عندي نيجاتيف بريشر او حصل عندي حاله. بس هاي الووتر هامر او الفلو ترانزيت في الحقيقه اللي بيصفها معادلتين، هاي المعادله الصعوبه في هاي المعادلات اللي هي المومنتم ايكويشن والكونتينيوتي ايكويشن، هاي معادلات نان بارشال ايكويشنز، يعني نان لينير بارشال ايكويشنز حلها بطول صعب جدا. هاي الصعوبة في مشكلة المعادلات اللي بتوصف عندي ظاهرة الووتر هامر. هاي المعادلة حلها بشكل اناليتيكال في مجموعة من الطرق اللي ممكن تستخدم في حل هاي المعادلات. اشهر معادلة جعولها في الليترشرز اللي هي معادلة الكاركترستيك ميثود. هاي معادلة الكاركترستيك ميثود بتعطي اكيوريت ريزلت وقولها سهل شوي. كمان في البرمجة بتعطي كونفيرجنس سريع، يعني ما في عندي كاركترستيك ميثود في حاله انك انت جيت برمج حل المعادلات سواء في السي بلس او في الفيجوال بيسك او الفوتون او اي لغه برمجه فيها مناسبه. لكن اللي بيربط لي او بيوصف لي ظاهره الموتر هامر في عندي معادلتين الموشن ايكويشن والكونتينيوتي بقاش في فيما بعد. اذا بتسالوا عن الاشياء اللي موجوده داخل المعادلات في اخر المحاضره ممكن نجيب عن هسه. الشيء المهم اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هي الشوك ويف او البريشر ويف اللي بتنشا عندي الموجوده في هاي المعادله. هاي سرعه البريشر ويف بتعتمد على خصائص الفلود اللي موجود عندي، هل هو ماء او بترول او وات ايفر، وبتعتمد على خصائص البايب اللي موجود عندي مصنوعة منها البايب، حيث كي او اللي هي البالك موديولس اوف الاستيسيتي اند دنسيتي اوف ذا فلويد، يعني على خصائص الفلود اللي موجود عندي. اللي موجود في المقام بتعتمد على خصائص البايب المصنوع منه، يعني انا عندي ستيل، عندي اتش دي بي اي، عندي كونكريت، يعني هل هو قابل هذا البايب مثلا للتمدد، قابل تحت ضغط معين، سماكه البايب مثلا اي سمول سماكه البايب، الدياميتر تاع البايب، اليانج موديولس تاع البايب، ممكن السي مثلا تعبر عن هل البايب مربوط من الجهتين مثبت مثلا، هل البايب مثبت من جهه واحده او غير مثبت. فبتعتمد ايه سرعه الموجه على خصائص الفلويد بالدرجه الاولى وخصائص الماتيريال، لانه اذا كان تمدد الفلويد بتاع البايب بتقل عندي سرعه الموجه اللي بتتكون او الشوك ويف اللي بتتكون. فهاي مهمه جدا، الويف تعتمد على الفلويد تايب وبتعتمد على البايب تايب، يعني لما انت يعني مهم جدا احنا نعرف شو بدنا ندخل
لما نيجي بعدها لما نيجي نطبق برنامج الهامركاد بدنا نعرف لما نيجي نشوف البايب نشوف الماتيريال بتاعت البايب لما نحدد الويف سبيد بدنا يكون عندنا تخيل هاي الويف سبيد ايش هي المعطيات لازم ندخلها للبرنامج بحيث هو يحسب لي مباشرة لما يسألني عن الانر دياميتر الدي يكون عارف انه هاي الانر دياميتر للبايب الثيكنس تاع البايب يكون عارف انه بيطلب مني الثيكنس يطلب عندي الدنسيتي تاعت الفلويد نفسه اللي بدي استخدمه يطلب عندي البالك الفلويد عامل انضغاط للفلويد تمدد للفلويد بكون عارف انا ايش هي المعطيات اللي بدي ادخلها في البرنامج تاع الووتر هامر بحيث يحسب لي او الهامركاد بحيث يحسب لي سرعه الموجه فهي جزئيه طبعا زي ما حكينا قبل شوي الميثودز المستخدمه في حل المعادلات اللي بتصف لي ظاهره الووتر هامر عاديه لكن انا بهمني طريقه الكاركترستيك ميثود وهي موجوده بكثره في الليترتشرز وفي الكتب اللي بتحكي عن الووتر هامر الطريقه بتقسم لي الحسابات الى جزئين في النودز حنشوف كمان شوي ايش نود وات باوندرز يعني في الباوندر عند المضخات وعند المحابس بدنا نشوف كيف بدنا نحسب الهيد والفلو انا اهم شيء احسب عندي الهيد والفلو ات انترميديت بوينت او نود مع الطريقه اللي بنحسب فيها الهيد والنود كاركترستيك ميثود تحسب ات انترميديت نود يعني لو كان عندي الخزان الاول وخزان ثاني الطريقه بتعتمد على اني احسب الهيد بوينت مثلا اي بمعرفه الفلو والهيد عند نقطة سابقة ونقطة لاحقة كيف يعني؟ أنا بحيث أحسب الووتر هامر لازم يكون عندي الستيدي فلو الانيشال معلومة شو يعني الستيدي فلو الانيشال معلومة؟ يعني أنا بعرف الكيو والاتش لجميع النقاط داخل الباي هذا اللي مهندسين لما بيشتغلوا في تصميم الخطوط الناقلة والشبكات لما بيجوا على بيشتغلوا عليه على الستيدي فلو لأن الستيدي فلو تصميميا سهل بيتركوا أو بيهملوا دراسة الووتر هامر فلذلك أنا كنا نصل لمرحلة التصميم كانوا يصل لمرحلة التصميم الستيدي ستيت ولما يصل الى ظاهره الووتر هامر يجيبوا خبراء من برا من فريق يدرسوا لهم ظاهره الووتر هامر او شيكوا على الحسابات تاعتنا فالمهم انه انا عند في ظاهره الستيدي ستيت او بتكون معلومه عندي في ات زيرو فتعتمد الكاركترستيك ميثود على ان اكون عارف تايم ستيب اللي قبل كده كانت عندي الكيو و اتش فعند التايم زيرو قبل ما يحدث عندي ظاهرة الووتر طار اي ناقص واحد و اي زائد واحد و اي انا بكون اعرف الكيو و الاتش من الستيدي بس في تي بلس دلتا تي يعني لما انا سديت المحبس او انا اسد في المحبس بعد طاهره الووتر هامر انا بدي اخذ معلومات نقطه قبل اللي انا بفرض انا بدي احسب عند النقطه اي بدي اخذ
ونقطة بعد هاي النقطة اللي قبل لأنه ميلها موجب بسميها C plus والنقطة اللي بعد لأنه ميلها سالب هيك باتجاه النقطة اللي أنا بدي أحسب عندها بسميها C minus. يعني أنا عندي هذا الكاركترستيك تاع النقطة اللي قبل اللي بحسبها في عندها والسي ماينس النقطة اللي هنا هاي المعادلة معادلة سي بلس معادلتها طبعا وين بنشوف اتش وكيو اس بي يعني هاي انو يعني انا ما بعرفهم انا بدي اوجدهم لما حصلت عندي او بلشت عندي الووتر هامر يعني اتش بي هاي انون بدي احسبها من معادله السي بلس ان هاي معادله الخط السي بلس السي ماينس ل اتش بي ناقص بي في كيو بي اي تساوي سي ماينس يعني أنا في عندي معادلتين بدي أحسب عند I كده هي الـ Q وكده هي الـ P بالاعتماد على نقطة قبل ونقطة بعد الـ Q والـ H في الـ Steady State طبعاً الـ C plus معادلتها HI ناقص واحد اللي هي هنا الاي ناقص واحد اللي هي النقطة اللي قبل بكون عارفها من السيدي ستيت في بي في كيو ناقص اي ناقص واحد اللي هي الكيو ناقص اي في كيو في القيمة المطلقة تاعت الكيو هسا زي ما حكينا اتش وكيو انا بعرفهم من حالة الستيدي ستيت والريزستنس تاعت الفلو نحسبها المعادلة الدارسي او الفلو ريزستنس طبعا لامدا اللي هي معامل الاحتكاك والخط ما بين اي واي ناقص واحد الدياميتر اللي هو قطر البايب ومساحة البايب يعني ار هي فيكس كونستانت فيكس في النظام اللي عندي وبي هي سرعة الموجة الأرضية في الكروس سكشنال هي تاعت الباي يعني المقصود انه سي بلس هي معلومة هي معطاة من حالة انه اتش وكيو انا بعرفها في حالة الستيدي ستيت وار وبي معلومات من معادلة دارسي او من خصائص النظام اللي عندي طبعا ايه بنكون حاسبينها بالمعادلة اللي حكينا عنها سابقا اللي هي بهاي المعادلة خصائص الفلويد وخصائص البايب إذا كان عندي معلوم خصائص الفلويد والبايب بحسب قيمة A هسا أصل معادلة C plus و C minus هاي المعادلتين فيه مجهولين اللي هي HPI وال QPI نص C plus زائد C ماينس اي حسبت انا ال H عند النقطة I بعد معين هسا كمان في عندي ال QPI اللي هي C plus زائد ال HPI لانه وجدتها من خطوة على B B زي ما حكيت لي سرعة الموجة على G في A هسا انا حسبت الأشياء بعد فترة زمنية الـ HPI والـ QPI هسا إذا كان عندي نقطة عند I زائد واحد بعد معينة بعمل C بلس جديدة من I لـ I زائد واحد ومن هاي النقطة بعمل كمان C جديد شو يعني؟ يعني أنا بقدر أحسب عند أي نقطة بدي إياها في النظام at intermediate point معلومية
the Q وال H في الستيدي ستيت. طيب هسه هاي بعد دلتا T انا وجدت عند T. طب بدي احسب بعد 2 دلتا T بتصير عندي اتش بي اي وكيو بي اي عند تي بلس دلتا تي معلومه. بعد الاثنين دل اتش بي اي والكيو بي اي اللي انا حسبتها بهي الخطوه هي انيشال فاليوز للخطوه جديده، يعني كانها بتصير عندي الستيدي ستيت جديده هاي. بدي احسب عن فتره زمنيه اخرى بس بستخدم كل خطوه معلومات كل خطوه للخطوه او معلومات كل زمن للزمن. المهم لازم يكون في عندي قيم سابقه معلومه ببلش من الستيدي ستيت، لان التصميم عندي ببلش من مرحله الستيدي ستيت نظام بكون موجود عندي. هسه هاي بالنسبه للانترميديت بوينت. طبعا اليه العمل او اليه بقسم او المفروض الليميتيشن لهي الطريقة انه لازم تقسم البايب الموجود عندك لأقسام، يعني دلتا اكس يعني مسافة ما بين اي ناقص واحد واي زائد واحد لازم تكون المسافات او الأقسام متساوية، يعني ممكن انت تقسم لكن هاي الأقسام لازم تكون متساوية. هاي الكاركترستيك ميثود بتعتمد على الاقسام متساويه، وانه يكون عندي الستيدي ستيت قيمه الاتش والكيو اللي هي التدفق والبريشر معلومات في حاله الستيدي ستيت. الستيدي ستيت بتكون عندي نقطه انطلاق اني احسب اني تايم او دلتا تي جديده بعد زمن معين قد اصبحت قيمه الكيو بعد فترة زمنية معينة. طبعا بعد فترة زمنية معينة اصبحت اعرف على طول الخط كدي اتش والكيو بستخدمهم لفترة زمنية اخرى بتكون هي نقطة الانطلاق لتي بلس مثلا 2 دلتا تي. هاي بالنسبة انترميديت بوينت باوندرز، يعني في لان في الرسمة الاولى ما حكينا عن نقطة الفالف الأول وعن نقطة الثانية، عن المحبس الأول والمحبس الثاني ما حكينا عنهم، بس حكينا عن C بلس و C ماينس. بس إذا كانت عندي نقطة الفالف من الفالف أنا بقدر أوجد C بلس C ماينس في هاي الحالة، بقدر أرسم C ماينس جا. لكن وين سي بلس؟ ايش عندي معادلة سي بلس؟ فالباوندرز هي حالة مدرسها بوحدها. فعندي الحالة الأولى نقطة قريبة أو عند المحبس، قدرت أرسم السي ماينس للسي بلس للأخيرة، لكن المعادلة الثانية اللي بتلزمني لان انا بعرف ان معادله السي بلس والسي ماينس فيها مجهولين، سي بلس والسي ماينس كل معادله فيها مجهولين، فيها اتش وفيها كيو، فانا بلزمني على الاقل اتش وكيو. بس هاي معادله فيها اتش بي وكيو، المعادلة الثانية هي ارتفاع الماء داخل الخزان الـ HR1، فأنا عندي الخزان معلوم. نفس الشيء ارتفاع الماء في الخزان الثاني H معلوم ثاني، فبصفي عند النقطة الأولى الـ N والخزان مفتوح. اذا اهملنا احنا السنجلر لوسز عند واحد، اذا اهملنا السنجلر لوسز نتيجه الانترنس والاكزيت من الخزانات بتكون عندي اللوسز او الحد
هي تقريبا ارتفاع الماء في الخزان. فإذا عرفت أنا H في H عند واحد وعندي معادلة C ماينس معلومة بقدر أحسب نفس الشيء بالنسبة للC بلس. طبعا أنا هاي فقط معلومات بحب أعطيكم إياها بحيث لما تشوف نتائج المودلز اللي أو راح نشتغل عليها في المحاضرات الجاي تعرف نتائجك صحيحة وين الخطأ أو تكتشف الخطأ في كل إذا كان موجود عندك خطأ أو تعرف تحلل النتائج اللي موجودة عندك. طيب شفنا كيف اللي ممكن نستخدمها في حساب ال H وال Q الدلتا T خلال ال water hammer. مش سهلة اللي هي non linear equation partial non linear equation. طبعا أنا أعطيتكم الخلاصة تاعت المعادلات ما بين النتيجة المعادلات اللي بتوصف water hammer في مجموعة من الخطوات طويلة لكن أنا حطيت عندكم الخلاصة. اللي بده يستزيد أو مهتم ممكن يبعث لي ببعث له أنا جميع الخطوات اللي eliminated ما بين البداية والنهاية. عرفنا أنه في عندي water hammer، شفنا في مخاطر في مشاكل ممكن تنتج من water hammer. بدنا نشوف ايش هي الطرق او الميثود اللي ممكن تستخدم في عملية الميتيجيشن او التخفيف من ظاهرات اللي ممكن تنتج خلال ظاهرة الووتر هامر او خلال الفلو ترانزيت. في عندي طريقتين ممكن نستخدمهم أو protection strategies. في عندي طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي الباسيف بروتكشن يعني أنا ما بستخدم في هاي الطريقة أي جهاز حماية. يعني ممكن نشتغلوا في هذا المجال بيشتغلوا على الاير شامبر، اير ريليف فالف، سيرج تانكس، يعني هذول اكتف بروتكشن. لكن اذا ما استخدمت هاي الاجهزه بنسمي البروتكشن او الاستراتيجيز اللي عندي بنسميها باسيف بروتكشن. باسيف بروتكشن ما بتحتاج اي جهاز خارجي، بتتم عن طريق البايب لاين نفسه. يعني ممكن انا ازيد الريتنج تاع البايب كديل البريشر كلاس تاع البايب، ممكن اغير في البايب لاين بروفايل، ممكن اتحكم في اليه البامبنج او الملحقات تاعت الشبكه. المهم ان هاي ليميتد ديورينج ديزاين فاسيليتي. بنشوف احنا الموست سوتابل دايمترز اند بايبس اللي ممكن تخفف لي فايز، كمان اللي ممكن تخفف لي من ظاهرات الووتر هامر. الطريقة الثانية او الطريقة نفس الطريقة الاولى، بتتم هاي البسف عن طريق تحط اكسسوارز او الفيتنج الموجودة على الشبكة. مثلا انا بدل ما اغلق المحبس او الفال بشكل فجائي بغلقه سلولي شوي شوي. يعني انا لما بغلقه سلولي الفيلوسيتي ما بتصبح عندي زيرو مفاجئ. بشوف انا البامب كونتورز، يعني انا بدل ما المضخه تفصل عندي كل مفاجئ بعمل على ايش بنسميه سوفت ستارت او سوفت ستارت، اللي هي بتشتغل بشكل
بطيء او عند الاقفال تقفل بشكل او الاند بشكل بطيء يعني بتضل تلف عندي المضخه. ممكن احنا نغير في خصائص البايب نفسه البروفايل البريشر كلاس الديميتر تاع البايب، هذا بتكون في مرحله الديزاين فيس في مرحله التصميم او اللي حكينا عنها قبل شوي implementation of valve and pump control. يعني نشوف انا عندي السوفت ستارت والسوفت اند. هاي فيما يخص الباسيف، في عندي انا كمان الاكتيف بروتكشنز اللي هي هاي اللي بنستخدمها المفروض في حاله انه الباسيف قدرنا نصل لحل بوسيلة الباسف بيجي بستخدم النكس استراتيجيز اللي هي الاكتف بروبرتيز اللي هي نعمل انستوليشنز لسيرش كنترول زي او مثل البريشر ريليف فال مثل سيرش تانك شامبرز اللي راح ندرسهم او نيجي عليهم خلال هذا البرزنتيشن بالتفصيل ايش هي تاثيرها في عمليه البروتكشن اجينت هامر افكت. بعد شيء في السوق مجموعه من البرامج اللي ممكن تستخدم الووتر هامر او في تحليل الظاهره الفلو ترانزنت. في عنا البايب نت الهيتران الهامر الام بلس. انا جميع الاكزامبلز اللي بدي اعرضهم عليكم هي عمليه انا برمجتها ببرنامج الفيجوال بيسك، ما استخدم من البرامج الموجوده الا في عمليه الفاليديشن للموديل اللي انا اشتغلت عليه او صممته. لكن الموديل اللي انا صممته او البرامج اللي انا بشتغل عليها هي سبيشال كيسز، يعني مش كيسز عامه جنرال. في شيء في حاجه لازم احنا نحطها بعين الاعتبار انه تحليل الووتر هامر الصعوبه تكمن وين؟ انه فيش عندي ايدنتيكال كيسز، يعني كل كيس بدك تيجي تدرسها على حده، فيش ايدنتيكال او تيبيكال كيسز تطبق عليها او نفس الثينكينج. فلما تيجي تدرس الووتر هامر او تشوف شو تاثير الووتر هامر على اي هيدوليك سيستم بدك تستخدم الثينكينج تاعك. ممكن واحد يشتغل بنظام والثاني يشتغل بنظام، لكن في النهايه يعني ممكن نظامين مختلفه او دايمنشنز مختلفة للأجهزة الحماية، ولكن في النهاية الهدف إن أحصل على سيف أوبريشن للنظام الهيدروليكي. اللي ما فيش عندي شيء اسمه تيبيكال في عملية تحليل الووتر هامر أو البروتكشن للووتر هامر. احنا كيف بدنا نتصور ايش هي المشاكل اللي بتظهر من الووتر هامر؟ ايش هو مفهوم الووتر هامر من ناحية الويف سبيد؟ نشوف شو تأثير الويف سبيد على الماجنيتيود تاع الاتش او البريشر داخل البايب، وشو تأثير زنج على الووتر هامر. نشوف اذا انا عندي اكزامبل، عملت عندي خزان ريزرفوار ارتفاع المي داخله 30 متر مشبوك في بايب لاين طوله 200 متر. هذا او الخزان الثاني فاضي. بدنا نشوف شو تأثير الويف سبيد أو شو تأثير البايب ماتيريال. A
300 اخذ 300 600 و1200 متر في ثانيه. يعني اخذت الويف سبيد 300 تكون بي بي سي، كل ما زادت صلابه البايت بتزيد عندي الويف سبيد لانه بيسمحش للبايت يتمدد اي 300. كمان درست بما انه انا بدي ادرس الويف سبيد تعتمد على الماتيريال، كمان درست الفريكشن لوسز اللي بيعتمد على الماتيريال. عندي 12 صفر انه البايب رفنس سموث على ايش عندي فريكشن، اعتمدت 12 بالالف و24 الدياميتر تاع البايب 2 متر. بس بدنا نشوف احنا نتيجة الفلو ترانزنت اناليسيس في حالة ان الويف سبيد عندي متر بير سكند والبايب سموث، يعني فيش عندي فريكشن لوسز. بس لما او ظاهرة الووتر هامر المفروض لما سكرنا البايب المحبس انستانتين بشكل مفاجئ اغلقناه بزمن صفر، زاد عند الضغط من 30 الارتفاع من 30 للمحبس. المفروض اذا كان عندي فريكشن لوسز زيرو المفروض احصل على هيدروليك جايد لاين بمثل بشكل ارتفاع الخزان، يعني عندي المفروض الضغط عند المحبس 30، فزاد الضغط من 30 بان 800 متر. هذا في حالة انه سكرت المحبس او الفالف بشكل مفاجئ. هسه نشوف احنا شو اثار تسكير المحبس سلولي. هسه في المحبس عملت تحليل على اني اسكر المحبس بعد 10 ثواني، انها تاخذ عندي اغلاق المحبس 10 فرق ما بين صفر instantaneous closing و10 ثواني نقص الضغط من حوالي 800 متر حوالي 200 او 320 متر، يعني نقص او قل عند الضغط نتيجة ال10 ثواني اقل من. في الحالة الثالثة بعد 30 ثانية أخذت تسكير المحبس التكس 30 نقص الضغط من 10 ثواني فوق من 300 تقريبا و 20 25 لحد 100 بحكي عن الماكسيموم. مثل الحالة الرابعة أجيت درست انه اغلق المحبس في 60 ثانية من عملية اغلاق المحبس. طبعا احنا بنعرف انه المحبس او البتر فلاي بيكون عندي لفات، يعني صعب انه في زيرو، يعني راح ياخذ وقت. ولكن الورست كيس ان نغلق المحبس في زمان زيرو. الثالثة ارتفع الضغط او الهيدروليك جريد لاين من 30 لحد 60. طبعا اذا البايب ريتنج اعتبر ل 6 بار البايب ريتنج تاع البايب راح يتحمل عندي الزياده في الضغط، مش راح احتاج عندي في هاي الحاله بروتكشن ديفايس. لكن اذا سديته عند زيرو لازم لي بروتكشن ديفايسز او اكتيف بروتكشن ديفايسز اذا اغلقت الزيرو. فهاي الحالة او الاربع فيجر الموجودات عندي الـ A ثرو D تعطيني الهيدروليك جريد لاين و
with respect to valve closure. فكل ما زدنا عملية الكلوجر أو زمل كل ما قل عندي خط الهيدروليك جايد لاين أو خط الضغط داخل البال. هاي فيما يخص الويف سبيد 1200. بس جيت فيما بعد أخذت ويف سبيد 1200 لكن أخذت لامدا أو الاحتكاك بعين الاعتبار بتاع الماتيريال اعتبرته انه بالألف. هسه بيختلف انه في الحالة الأولى لما كانت زيرو كانت عندي الامبليتيود بتاعت الويب الهيدروكي جريد لاين متساوية. ليش؟ لأن ما فيش عندي ديسيبيشن للإنرجي نتيجة احتكاك، فبدي يكون عندي الامبليتيود تساوي او نفس الارتفاع. لكن في الحاله الثانيه نتيجه وجود الاحتكاك راح يحدث عندي ديسيبيشن للانرجي البال. هسه الشيء الثاني انه الاحتكاك بنقص لي او 12 بالالف اللي انا وضعتها احتكاك نقصت لي الامبليتيود او الارتفاع نقص من 800 متر لحد 600 متر. يعني نقص عند 20 بار او 200 متر. نفس الشيء شفت التأثير ل 30 ثانية وال 10 ثانية نفس التأثير. كل ما زدنا الفالف كلوجر كل ما قل عندي الارتفاع تا الإبلاع. الحالة الثالثة نفس الشيء دوست عند 24 بالألف لامدا ل 600 لحد تقريبا 450. والفالف كلوجر شفت الإفكت تاعه نفس الإفكت زيادة الفالف كلوجر. هسه هاي الرسمة تعطيني السمري للثلاث سيناريوز. لما تكون عندي لامدا صفر ولامدا 12 بالألف وأربعة وعشرين بالألف، شو حدث عندي؟ بشر والمينيمم بشر في الأول كانت عندي 764 في الحالة الأولى. الحالة الثانية لما زدت الفريكشن لوسيد 586، لما زدنا كمان الفريكشن زيادة ل 24 بالألف أصبحت 495. تأثير كمان اللي هو التي سي الكلوجر تايم 0 746 10 30، وقل حتى عند 60 ثانية يعني دقيقة قل حتى 66 متر. يعني هاي افكت الفالف كلوجر والافكت تاع البايب رفنس او الاحتكاك تاع البايب. هذا فيما يخص الويف 200 متر في سكند. طبعا 1200 ممكن اقصى قيمه صوتيه توصلها او 1300 ممكن اقصى قيمه للويف سبيد. عملت نص الويف سبيد 600 ونفس الآلية بالنسبة للصفر صفر 10 60 واللامدا أو الفريكشن صفر 12 24. شفنا أن نقص عندي من 600 نقص عندي 60 ل 397. يعني كل ما زدنا الفالف كلوجر والاحتكاك
مقدار الهيدروجين هيد لاين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كل ما قلت الويف سبيد كل قيم الهيد اللي ممكن تحدث عندي في الووتر هام. عشان هيك احنا في خلال الديزاين فيز ممكن احنا نحدد اذا بلزمنا ووتر هامر او بلزمناش، وممكن نعمل ميتيجيشن للووتر هامر افكت خلال مرحلة. نفس الشيء بالنسبة لل 300 اللي احنا نحكي عنها كثير، شفنا ان 300 ممكن ال 300 زي ما حكيت لكم ممكن يكون السبيد تاعت بلس تقل عندي ل 212 بدل 300 او 400 في الحاله السابقه. طيب فيما يخص مفهوم الووتر هامر، شو علاقتها بالفالف كلوجر تايم، شو علاقتها بالهيد لوسز، شو علاقتها بالويف سبيد، هسه هاي كلها الحاجات اللي حكيت عنها قبل شوي ممكن ادرسها زي ما حكيت في design phase. إذا ما قدرت أحقق the protection أو mitigation للwater hammer في خلال الـ design phase بالـ passive strategies، بيجي لـ active strategies إضافة أجهزة حماية أو protections. وهي الأجهزة اللي أنا درستها أو بدنا نشوفها في خلال هذا الـ presentation هي الـ pressure relief، البايباس بايب، السيرجين تانك اوتوماتيك اير كونترول، الاير تشامبر تانك. طبعا ايديال لوكيشنز لهي الاجهزه بتاعت الحمايه، هاي البايباس اللي كنا نحكي عنه قبل شوي او بالبامب. السيرج فيسل عاده يستخدم بالقرب من البامبينج ستيشن، تانك او ممكن يكون سيرج تانك لما يكون عندي الاليفيشن، بستخدمه لما يكون في مناطق عاليه، ممكن ايرلي او في اجهزه ثانيه راح نحكي عنها كمان شوي. لكن هاي بعض الاجهزه اللي ممكن نستخدمها في الهيدروليك سيستم اللي عندي اللي ممكن تعمل لي ميتيجيشن للووتر هامر. طبعا simulation methods، انا بدي احكي فقط عن الالاستيك ميثود اللي استخدمت فيها الكاركترستيك ميثود. طبعا في ميثود ثانيه ميثود تنحل بمعادله بسموها الفورث اوردر رينج كوتر. لكن شو الفرق ما بين هاي التو ميثودز فقط للعلم؟ ميثود اللي بتاخذ بعين الاعتبار انضغاط الفلويد خلال ظاهره الووتر هامر، احنا حكينا الويف سبيد على حاجتين، نوع الفلويد اللي هو انضغاط الفلويد، وبتعتمد على انه البايب ماتيريال ممكن يتغطى الووتر هامر. بينما ريجيد ميثود بتهمل انضغاط الفلويد وتمدد البايب. الالاستيك ميثود اذا بدك تكون في السيف سايد دقيقه بدك تستخدم الالاستيك ميثود. اذا بدك انت تشتغل على حسابات سريعه وتقريبيه ممكن تستخدم ريجيد ميثود، تحلها بشكل مباشر بمعادله تفاضليه differential equation لرانج كوت. اللي راح نحكي عنه السمبل سيرج تانك بيكون عباره عن خزان موصول بالبايب لاين. طبعا المعادلات زي ما حكينا في الاول بتستخدم الكاركترستيك ميثود مع الفول الاستيك ميثود معادله. المعادله الثانيه بتعتمد على ارتفاع الماء داخل الخزان. طبعا الخزان ممكن يكون من
الفيتنج او الكونترول اللي بيؤدي الى وجود ظاهره الووتر هامر. طبعا هذا الفيتنج اللي بتؤدي الى المحبس، فانا بدي امتص الزياده في الضغط مباشره قبل ما تنتقل للنظام ككل. انتقلت للنظام وبعدين خففت تاثير الووتر هامر، بكون فشل النظام قبل ما انا اعمل بروتكشن للنظام. فعاده بيكون الاجهزه الحين القرب من المسبب. انا المسبب عندي اللي هو اغلاق المحبس مباشره. انا لما بوضع الجهاز الحمايه هذا بالقرب من المسبب انا بقابل ما تنتشر في النظام. ونفس الشيء انا عندي في الحاله الثانيه اللي بيسبب لي زياده الضغط او الووتر هامر اللي هو او تطفئ. فانا بدي احاول امتص تاثير الووتر هامر قبل ما تنتشر عندي للنظام. هاي راح نناقشها كمان شوي. هاي المعادلات تدرسوها بوحدكم. نفس الشيء هسه بدنا نشوف. انا عندي اخذت نوعين من الأنظمة. النظام الأول اللي هو simple valve reservoir system، جيت أخذت محبس مع reservoir. النظام الثاني أخذت simple pump، يعني أخذت مضخة مع reservoir system. في النظام الأول عملت التحليل على انه الفالف يغلق بشكل مفاجئ بالديفايس او اكتف ديفايس، وفي النظام الثاني عملت على السلو فالف كلوجر ان نعمل اغلاق بطيء. ل في النظام كمان في النوع الثاني من الامثله اخذنا اللي هي البامب ستوبينج نتيجة تفاجئ instantaneous بدون ما وبدون protection device، واشتغلت على elastic column method. نشوف النوع الأول اللي هو محبس مع، طبعا الخصائص تقريبا نفس خصائص المثال الأول اللي شفناه قبل شوي. نشوف احنا نتائج التحليل. هسه في نتائج التحليل دائما انا بحلل في الوضع الطبيعي بدون بروتكشن، بشوف هاتلي بريشر اذا خطيره على النظام او لا. اذا بتشكل خطر فانا لازم استخدم بروتكشن ديفايس. فانا شفت في النظام الاول ارتفعت، يعني بدون بروتكشن ديفايس ارتفع عندي البريشر من 30 هيدروليك جريد لاين لحد 300 وشوي متر. بس بعد ما استخدمت انا الاوبن المفتوح من الاعلى، طبعا ممكن ما بده عناية في الاستخدام تاعه، استخدمت الخزان نقص عندي البريشر او الهيدروليك جريد لاين. طبعا هذا الشكل من استخدام التانكس تاعت الاوبن سيرش تانك او الاير تشامبر. يعني بدك تشوف انت تخيل او من الوهلة الاولى او ممكن يكون صحيح، لازم تحصل على شكل الويف دامبينج ويف هذا الشكل. هسا بدنا نشوف الهيدروليك جريد لاين الماكسيمم جريد لاين والمينيمم جريد لاين الزيرو اللي هو البايب لاين بروفايل
والأزرق اللي هو الستيدي ستيت هايدروليك جايد لاين. طبعا بعد ما سكرنا المحبس بشكل مفاجئ زاد عندي زي ما حكينا تقريبا 300 وشوي متر الهايدروليك جايد لاين. بعد ما استخدمنا اصبح عندي تقريبا 32 متر الماكسيمم. الماكسيمم هايدروليك جايد لاين تقريبا 32 او 33 متر. هاي الحالة الاولى. طبعا هاي السلو فالف كلوجر انا اخذت 8 ثواني. نقص عندي الاجهزة من 300 ل 100 متر. اذا انت بتشوف ان البايب ريتنج بتاعت او البريشر ريتنج بتحمل لكن بدك تضع كنترول للاغلاق، ما بيلزم استخدم الاوبن سيرج. هاي تقريبا نفس المثال لكن بدنا نشوف احنا اللي هو ما بين ريجيد كولوم ميثود اللي حكينا عنها ان انا استخدمت تو ميثودز، ريجيد كولوم ميثود والكومبليت الاستيك ميثود. طبعا بسيطه السهله زي اللي انا حكيت عنها راح احصل على نفس النتيجه لان النظام عندي مش معقد، لكن ممكن ما احصل على نفس النتيجه الامثله المعقده او الكومبلكس اكزامبل، ممكن ما احدث على نتائج مطابقه ما بين ريجيد كولوم وما بين الاستيك ميثود. هاي استخدم الاستيك ميثود بشكل دائم. هسه نفس الشيء الطريقه الثانيه استخدمت انا خزان مع بامب اللي هو النوع الثاني من الامثله without protection. لما حللت عندي الهيدروليك جريد لاين ل 100 وشوي، بعد استخدام البروتكشن صفى عندي الهيدروليك جريد لاين بتراوح ما بين 33 او 35 او 32 او 29 ونص لحتى ما يصل كمان ل 60. بس بدنا نفهم كمان شغله انه في حاله البامب، في حالة البامب بينقص البريشر بعدين في حالة تسكير المحبس بزيد بعدين بينقص، لأنه في حالة تسكير المحبس مباشرة بيرتفع الضغط بتتكون عندي البريشر ويف، لكن في حالة المضخة معروف ان عند المضخه بتضخ عندي من ارتفاع منخفض لارتفاع مرتفع، فمباشره بيكون عندي انا بريشر وير المي في ارتفاع عالي، فبيحدث عندي عمليه تفريخ في الاول فبينقص عندي البريشر، فبدي اعوض انا من خلال البروتكشن اللي موجود عندي في النظام اللي هو الاوبن سيرج تانك. طبعا نفس النظام الثاني بين ريجيد ميثود طبعا متطابق لانه زي ما حكيت لكم الامثله بسيطه يا كومبلسيتي. از كونكلوجن لل اوبن سيرج تانك ان الاوبن سيرج على تخفيف الدينجرز افكتس الناتجه نتيجه زياده الضغط او نقصانه، لكن في عندي فرق في الارتفاع او البروفايل عندي مش ستريت او في عندي فرق كبير في الارتفاع، فما بيكون عندي بشكل عملي ان استخدم الاوبن لانه بحيث استخدم الاوبن سيرج تانك لا البروتكشن لا لانه مستقيم ممكن تستخدم الاوبن سيرج تاعك،
بس إذا كان بضخ لمنطقة عالية فوق عالية كثير، يعني في فرق ما بين الديبارتشر، بيكون عندي فرق ارتفاع عالي، فبيلزمني أنا أوبن سيرش تانك عالي كثير، فبكونش عندي، فبكون استخدامه مش براكتيكال. ترين فلات ممكن تستخدم الأوبن سيرش تانك، لكن إذا كان في عندي البروفايل في عندي فرق ارتفاع ما بيكون الأوبن سيرش تانك، فبتلجأ للنظام الثاني اللي هو الاير تشامبر، الخزان اللي بيكون في جزء منه هواء وثلثينه تقريبا ماء. طبعا الاير تشامبر لتقليل من قيمه الماكسيمم والمينيمم بريشر الناتج نتيجه الووتر هامر، وممكن استخدامه يكون فعال او كوست افكتيف، لانه ممكن انت تنشئ على الارض، وممكن يكون كمان فعال لانه ممكن انت تركبه مباشره على close to the pump. المهم هسه نفس الشيء، الخزان او الاير شامبر بيكون عندي جزء منه هواء او غاز، جزء منه عبارة عن ماء. هاي المعادلات اللي ممكن تشوفوها لتستخدم لحساب الـ HP الضغط وحساب طبعا في عندي البامب، أخذت مجموعة من الحالات instantaneous pump stopping لأنها تطفي بشكل مباشر، اخذت ان الجراديوال بامب ستوبينج اللي هو في انيرشيا 2، لما تكون عندي المومنت اوف انيرشيا 8. ايش يعني المومنت اوف انيرشيا 0 2 8؟ هسه البامب يكون مباشر من او مروحه من الخلف، لما تطفي هاي المروحه بتضل تلف، يعني بتضل تلف كانه الفلو ما توقف بشكل كامل، فإنها يكون عندي اثنين يعني في لها عزم دوران، صفر وقفت بشكل كامل. المروحة تاعت البامب لما كيلو جرام في متر مربع، يعني ظلت تلف بشكل أسرع أو تعطي فلو للنظام بالرغم منها تعمل نتيجة عطل معين. الحالة الرابعة أخذت البامب ستوبينج باستخدام الاير تشامبر، متابعين معي؟ اللي متابع حط واحد، يكتب واحد. طيب ممتاز. هسه الحالة اللي هي البامب ستوبينج with including air chamber، بدنا نشوف احنا تأثير البامب انيرشيا مومنت اوف انيرشيا للباي للمضخة، لانه وات ايفر بروجرام بدك تستخدمه بيسألك قد ايه المومنت اوف انيرشيا تاعت المضخة اللي عندك، اثنين من الموصل بيسألك، لكن الورست كيس للمومنت اوف انيرشيا انها تكون صفر، يعني الفلو توقف بشكل مفاجئ. كل ما زادت المومنت اوف انيرشيا ان الفلو ما توقف بشكل مفاجئ، ولكن ان زادت الانرجي عن حد معين راح يكون في لها ادفيرس افكت على النظام. المهم الاستيك ميثود والريجيد ميثود نفس الاول. هسه كان عندي البامب بتضخ لخزان، مواصفات النظام موضحة على الشكل 3 different pipe stopping option had been chosen. عندي صفر stopping 8 2 stopping
8 مومنت of inertia. بدنا نشوف احنا واستخدمنا كمان يا chamber لكروس سكشنال اريا تاعت الخزان هذا نص متر مربع والانترنس اللي هو مساحة مقطع بتاع الخزان 10 سنتي او 10 متر. هسه في التحليل الاول انه لما توقفت البامب عند المومنت اوف انيرشيا زيرو يعني المروحه تاعت المضخه ما بتلف يعني كيو تساوي زيرو بشكل مفاجئ كان عندي الماكسيموم هاي لاين تقريبا 102 او 175 والمينيموم ناقص 69. بينما لما استخدمنا 2 كيلوغرام المومنت اوف انيرشيا قلت من 175 لتقريبا 198 شيء مشابه يعني قلت بزياده المومنت اوف انيرشيا 2 قلت حوالي تحكي عن 60 70 متر. هسه لو استخدمنا 8 كيلو جرام بتقل من 100 لحد تقريبا 88. يعني اللي بدنا نعرفه انه زياده المومنت اوف انيرشيا بتاعت الووتر هامر بشكل ملحوظ لانه المومنت اوف انيرشيا لما توقف عند المضخة فصلة الكهرباء او عطل ميكانيكي بتظل عندي الكيو تتزود للنظام ما بتصبح عندي زيرو بشكل مفاجئ. استخدمنا الحالة الرابعة في حالة استخدام الكلوز سيرش تانك او الاير تشامبر بقل عندي لحد 4 لكن بدنا نعرف انه عندي زيادة مومنت اوف انيرشيا للمضخة لحد معين مقبول لكن ممكن لما تتجاوز حد معين تصير إلك للنظام اللي عندك من ناحية تشغيل. أما من ناحية هايدوليك كل ما زادت مومنت اوف انيرشيا بكون أحسن لضد الووتر هامر افكت. هاي الكيس الثانية بحيث نقارن ما بين ال rigid والإلاستيك تقريبا نفس الشيء قيم متشابهة متقاربة لأن النظام عندي زي ما حكيت simple بسيط نفس ما حكينا قبل إنه زيادة المومنت اوف انيرشيا بتفيد للووتر هامر ونتائج متقاربة ما بين الإلاستيك والريجيد ميثود حصلنا عليها. هسا اللي بنحكي فيه احنا اكشن ديفايسز بشكل عام انا ما بقدر اجي احكي عن بروتكشن واستخدم جهاز واحد او احكي عن حاجه واحده لان زي ما حكيت لكم ما في ما في تيبيكال كيس فانت لازم تكون فاهم كل شيء بحيث انك انت تقدر تعمل بروتكشن اجينست ووتر هامر. انا ممكن اعطيك مثال للووتر هامر او للبروتكشن ديفايس لكن هذا المثال العملي مش ممكن انت تطبقه او ممكن ما يزبط معك ما ينجح معك في عشان هيك لازم انت تكون فاهم المبدا بشكل عام وشو الاجهزه اللي ممكن تستخدم وكيف بنفس الجهاز باليات مختلفه نك او نقلل الووتر هامر. انا بدي اعطيك نبذه بشكل عام عن الاجهزه اللي تستخدم وكيف ممكن احنا نقلل الووتر هامر وفي مرحلة التطبيق جهاز او اثنين او ثلاث او وات ايفر
لكن ما ممكن تيجي تطبق انت بشكل مباشر وانت مش عارف الايديا بيهايند الاجهزه اللي موجوده. فانا افضل ان يكون احنا عندنا فكره معينه، لان بحيث نربط الجانب النظري بالعملي قبل احنا ما نروح على الجانب العملي مباشر او نستخدم البرنامج مباشر. كدي المومنت اوف انيرشيا للمضخم، بدك تكون عارف انت ليه طلب منك ان المومنت اوف انيرشيا وشو تاثيرها على السيموليشن بشكل عام زاد او قل. بدك تكون انت عارف عندك فكره عامه وشامله عن اجهزه الحمايه وشو تاثيرها على الووتر هامر والمشاكل، وفيما بعد انا راح اعطيك بروجكت تشتغل عليه، نشتغل عليه مع بعض بالتطبيق الهامر كاد. وفي عندي اذا كنت في عندي مشروع عملي موجود راح اجيك كيف احنا وصلنا ل سوتابل او سيف. طبعا الجهاز الامامي هذا جهاز مهم جدا، مهم جدا في حماية. أجين هذا الجهاز بنسميه الداتيك أو ديسيرجينج تانك وذ اير كونترول. هذا الجهاز بيشتغل كأوبن سيرج تانك وبيشتغل ككلوز سيرج تانك بناء على الليفل تاع الووتر داخل الخزان. ايش يعني الليفل داخل الووتر داخل الخزان؟ يعني ما دام والماسوره مفتوحه بيشتغل كاوبن سيرج تانك، سدت الماسوره بيشتغل بينحصر الهواء في الجانبين بيشتغل ككلوز سيرج تانك او اير شامبر اللي حكينا عنه قبل. طبعا هذا المثال بيعطيني آلية عمل هذا الجهاز كأوبن سيرج تانك أو ككلوز سيرج تانك. جهاز هذا الجهاز إنه ما بيلزمني اير كومبرسور، مثلا لو استخدمنا الاير تشامبر بيلزمني اير كومبرسور اللي هو كومبرسر تتحكم لي في ضغط الهواء داخل الخزان بحيث أحصل على ضغط ثابت داخل الخزان، لأنه مع الوقت إذا ما كان يمكن يذوب الهواء في الماء ويقل عندي الضغط، فبدي أكون أنا دائما مسيطر أو متحكم في الضغط داخل الاير تشامبر. هذا النوع أو الديسيرجينج تانك ما بيلزم عندي كومبرسر أو أني إلكتريكال ديفايسز. ممكن تبحثوا عنه وتشوفوا إيش يعني هذا الجهاز. طبعا عملت السيميوليشن لهذا المثال اللي عندي، ارتفع الضغط ل 100 باستخدام الجهاز، نقص من 100 لحتى تقريبا 42. حكينا عنها هاي. نشوف النوع الأجهزة المتبقية بشكل سريع. الباي باس ريليف فالف. الباي باس عادة بيكون يستخدم عند المضخة أو عند البام، بحيث لو توقفت المضخة ترجع الماي للخزان. البريشر ريليف فالف لما بتزيد عندي الضغط داخل البايب بينضغط النابض أو الزومبرك بتخرج المي بكل عندي الضغط. بس نشوف فقط بعض الأمثلة على هذا. هاي باستخدام البريشر ريليف فالف. طبعا كل تعمل سيميوليشن without protection بحيث تشوف شو الفرق أو إذا بتحتاج protection أو لا. باستخدام البريشر ريليف فالف عندي البريشر من 200 تقريبا ل 110 او 105. استخدام الباي باس المثال الثاني ك
كان عندي البريشر 115 او 120 120 بامس قال لحد 60. هاي مجموعه من الاجهزه اللي ممكن تشتغل عليها بحيث تنقص عندك للادفيرس افكت الناتجه عن الووتر هامر او ظاهره الووتر هامر. كيس ريال كيس مشروع في رباط اشتغلت فيه كان عباره عن تحليل الووتر هامر وكيف احنا نشوف نعمل بروتكشن للووتر هامر نتيجة زيادة ونقصان. هسا كان هذا المشروع عبارة عن بامب ستيشن اسمها أم عزة بتضخ لموقع من رباط لحد الدار البيضاء في كذا بلاندن. تقريبا طول المشروع حوالي 4 كيلو والدياميتر تاع البايب 2 متر. هسه نشوف احنا السكيم تاعت المشروع كيف كانت. خزان ماي. من الخزان بناخذ او الخزان بودي الماي على المضخة. البايب دياميتر تاعه 2 متر. طول السكشن هذا 670 متر. ارتفاع الخزان 32، طبعا هي منطقة ساحلية تقريبا 32 متر، وارتفاع المضخات 60 متر. هذا الضخ لخزان في منطقة عليا، سعة هذا الخزان 2000 كوب 2000 متر. طبعا زي ما حكيت لكم تقريبا 5 كيلو طول الخط 5 كيلو متر، دياميتر تاع الخط 2000 ملم اللي هو 2 متر. الخط هذا من المضخات حتى يصل للخزان ينقسم الى قسمين. في عندي سكشن طوله 1000 متر النومينال بريشر تاعه 26 بار. يعني في عندي هان 1000 متر نومينال بريشر 26 بار. بقيه الطول هي بريستريسد كونكريت طولها 3880 متر النومينال 10 بار. المهم عندي خزان، عندي مضخات، بضخ الماء الى خزان علوي سعة كوب، وهذا البايب لاين بروفايل تاعي الخزان. المضخات موجودة تحت على 16 متر والخزان موجود على تقريبا 189 متر. كان المطلوب نعمل تحليل لهذا المشروع للووتر هامر اللي فيها الووتر هامر، وكيف اذا في ادفيرس افكت كيف نحمي هذا النظام. طبعا السيموليشن في الاول لازم اعمل steady state بحيث اشوف انا اذا النظام بده حمايه او بدوش اجهزه حمايه، وبدنا نشوف الاوبريشن كونديشنز الاوبريشن اندر ترانزنت كونديشن وذ ووتر هامر بروتكشن. يعني بدي اعمل ثلاث steady state with protection. هسه لانه الانظمه حكينا عنها، حكينا عن ان الانظمه فيش نظام بيشبه هذا النظام under steady state. اي الهيدروليك جريد لاين موجود باللون الازرق والبايب بروفايل، يعني انه انا بقل الخزانات بالماء بما انه الهيدروليك جريد لاين اعلى من البايب لاين بروفايل.
هذه الحالة الأولى عند study جينا عملنا simulation عند water hammer أو unsteady state. فشفت أنا الماكسيمم الموجود بالخط الأحمر، شوف أنت الفرق ما بين steady state والترانزنت state أو unsteady state، وتحول عندي البريشر من 189 إلى 189 و60. وعندي كمان الخط الزهر بيقع تحت البايب لاين بروفايل. ايش يعني خط الزهر بيقع تحت البايب لاين بروفايل؟ يعني انا في هاي المقطع من تقريبا ستيشن 1200 لحتى الاخر بيقع تحت الكافيتيشن البريشر، يعني راح يحدث عندي كافيتيشن بما انه عندي المينيمم اقل من البايب لاين بروفايل. بما انه ريبيتيشن يعني لا البايب تاعي او النظام اللي عندي بيتوجب اجهزه حمايه او بروتكشن ديفايسز. طيب هسه بدنا نشوف السيموليشن اندر ترانزنت كونديشن وذ ووتر هامر بروتكشنز. هسه او الووتر هامر الفكره فيه فيش عندي نظام شبيه بالثاني، ممكن انا استخدمت هذه السيناريوز الاربعه الموجوده عندي. استخدمت حاله، بعدين جيت استخدمت بريشر ريليف بال مع اوتوماتيك اير كنترول، بعدين استخدمت اثنين ريليف واحد خزانات. في السيناريو الرابع استخدمت ثلاث خزانات مع اير ريليف بال. يعني ممكن واحد ثاني يستخدم اليه اخرى بسيناريوز ثانيات او نتيجه مقبوله. هنشوف انا هاي السيستم او السيناريوز اللي اقترحتها. اقترحت اعمل اير ريليف فالف، اعمل خزان واحد اثنين ثلاث. طبعا الدايمنشنز بتاعت الخزانات اللي معني ممكن اعطيها فيما بعد. الدايمنشنز بتاعت الخزان بروتكشنز ديفايسز بحيث احمي البايب لاين بروفايل الموجود عندي. نشوف انا في السيناريو الاول النظام بشكل كبير، لكن عندي الماكسيمم اصبح سموث اكثر من الاول والارتفاع اقل لكن مش بشكل كبير، والكدي على مسار الخط. لما جيت استخدمت السيناريو الثاني السيناريو نفس الشيء ما تأثر بشكل كبير لكن السموثنج زاد. السيناريو الثالث لما استخدمت جهازين النيجاتيف بريشر قل بشكل كبير والماكسيمم بريشر قل بشكل كبير واصبح سموث، لكن نتجنب النيجاتيف بريشر بشكل كامل. مش لازم يكون عندي نيجاتيف بريشر ما دام عندي المينيموم، المينيموم اقل من البروفايل معناه عندي انا بريشر او كافيتيشن بريشر ممكن يحدث عندي يتحول عندي الماء الى بخار او فقاعات ماء. ففي هذه الحاله يكون عندي تحت البايب لاين بروفايل باي شكل من الاشكال. فالجهازين اللي انا استخدمتهم ما حمول النظام بشكل سيناريو رابع جيت استخدمت ثلاثة بروتكشن ديفايسز، حصلت على انه الماكسيمم مطابق للسيدي ستيت وانه النيجاتيف بريشر اختفى بشكل كامل. فانا بقدر احكي او احكم انه في هذه الحالة استخدام هاي البروتكشن ديفايسز ممكن تكون هي حل ناجح لحماية النظام تاعت الووتر هامر. هذا بالنسبة كرأيي أنا وكاقتراحي في حماية هذا النظام من أثار الووتر هامر. لكن يختلف التفكير من مهندس لمهندس، يختلف
اسلوب يختلف الاجهزه ممكن تستند بعيد وبكفش عندي نظام او تفكير ثابت لجميع المهندسين يستخدموه في نفس اللحظه او في نفس الوقت لان كل نظام له خصوصياته وله خصائصه الهيدروليكيه المختلفه عن الانظمه الاخرى. طيب وجد انه احنا وصلنا ل visible او safe design للنظام. طبعا اذا في اسئله او في شيء بدكم تسالوا عنه انا موجود. شكرا جزيلا دكتور، جزاكم الله خيرا على المحاضره الرائعه، وربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك ان شاء الله. لو حد عنده اي اسئله يرجع يعمل ريز هاند. باشمهندس مينا، حد عنده اي اسئله؟ طيب اذا فيش اسئله يا مهندس، احنا بحيث نربط الاشي اللي اخذناه اليوم بالاشي العملي او الشغل على البرامج تقريبا لقاء ثاني، واذا بنحتاج ان انا مش عندي مشكله بعطي لقاءين ثلاث اربع، المهم ان احنا نخرج بالافاده او الفائده اللي مرجوها. ان انا حكيت لك الووتر هامر، حكيت للجميع ان الووتر هامر بياخذ ايش نصيبه من الكورسات اللي بيشتغل التدرس في الجامعه. تصل لمرحله الوتر هامر او تحليل الوتر هامر بتشوف كان المهندس بخاف او بقدرش ياخذ قرار. جميعا انا بحكي لك المشاريع هي مشاريع تمويل خارجي، الاشراف بكون خارج على المشاريع، فلما بيصل لهي المرحله بحاولوا الاشراف او الحكم في او الفيصل ولا المانحه لفرنسا ولا امريكا او وقفها جاي مشروع منها. فانا بحب انه احنا نركز على هاي الامور، خاصه زي ما حكيت انه ما بتاخذ حقها التعليميه في الجامعات عندنا واعتقد في الوطن العربي ككل. صحيح يا دكتور، متفق معاك جدا، وان شاء الله احنا في انتظار المحاضره القادمه يوم الخميس القادم باذن الله الساعه 8 مساء بتوقيت مصر باذن الله. جزاكم الله خيرا، هو واضح ان مفيش اسئله يعني حتى الان. الله يكرمك دكتور، جزاكم الله خيرا، وانا هنشر الرابط حالا لتسجيل الحضور. دكتور تسامح حضرتك معانا؟ معك. في حد بيسال عن الماده العلميه او ريفرنس او برزنتيشن، يعني هل ممكن متوفره ام لا؟ ما بعرف، بس هاي الماده على شكل بريز، يعني مشروع بريز بعطيك اياه على جوجل درايف، يعني حجمه كبير. تمام، ما فيش اي مشكله، وان شاء الله بننشره مع الفيديو على القناه بتاعت اليوتيوب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. جزاكم الله خيرا دكتور، حياكم، وفي انتظار حضرتك ان شاء الله المحاضره القادمه باذن الله. شكرا شكرا لجميع الحضور.